فيكم أصدقائي، عم نطلع لكم أنا وريمبو من جديد. وصلنا لنهار الخميس لنهاية الأسبوع، أكيد كتير متحمسين نعرف مين نجم الأسبوع اللي رح يربح معنا لليوم كمبيوتر ماك برو، ومين هذا الشخص اللي رح يكون من أكثر الأشخاص اللي شاركونا كثفوا اتصالاتهم وجاوبونا تقريبا على كل الأسئلة. رح نعرف ريمبو شو مخبي لليوم ونقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو أصدقائي وقف عند اللون الأزرق، وهاللون بيقول حيوان أثر الحضارات البشرية المختلفة قديما وحديثا بسبب مظهره الفريد والغريب بين جميع الحيوانات. يوجد الكثير منه في المنتزهات الوطنية ومحميات الطرائد، ويمتاز بعدد الفقرات في عنقه الطويل والتي تعادل عدد الفقرات الموجودة عند الإنسان. ما اسم الحيوان الذي تعادل فقرات في عنقه عدد الفقرات الموجودة عند الإنسان؟ رح كرر عليكم أصدقائي، سؤالنا بيقول حيوان أثر الحضارات البشرية المختلفة قديما وحديثا بسبب مظهره الغريب والفريد بين جميع الحيوانات. يوجد الكثير منه في المنتزهات الوطنية ومحميات الطرائد، ويتميز بعدد الفقرات في عنقه الطويل والتي تعادل عدد الفقرات الموجودة عند الإنسان. ما اسم الحيوان الذي تعادل الفقرات في عنقه عدد الفقرات الموجودة عند الإنسان؟ فكروا كتير منيح أصدقائي، كتفوا اتصالاتكم وشاركوني وخلونا نعرف إذا شفتوا هذا الحيوان من قبل أو لا. رح ناخذ أول اتصال ونقول ألو. ألو، مرحبا، مين معي؟ مرحبا حبيب. أهلا وسهلا حبيب، كيفك؟ تمام الحمد لله. خبرني صديق، عرفت الجواب؟ إيه. شو؟ الزرافة. شكرا لك حبيب، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه. اصدقائي مثل ما سمعتوا حبيب قال انه الجواب هو الزرافه، يا ترى صح او خطا؟ اكيد رح نعرف بنهايه الوقت، لسه معنا وقت كثير طويل وبعدنا باول سؤال، لهيك فكروا كثير منيح. اذا ما كنتم متاكدين اكيد اكيد بتقدروا تطلبوا المساعده من الموجودين معكم، وكمان بتقدر تسالوا جوجل مين هو الحيوان اللي عدد الفقرات برقبته بتساوي عدد الفقرات عند الانسان. هذا الحيوان بيتميز بالرقبه الطويله كثير. رح ناخذ اتصال ونقول الو. الو، مرحبا، مين معي؟ دانيا. اهلا وسهلا دانيا، كيفك اليوم؟ الحمد لله الحمد لله. خبريني شو الجواب؟ الزرافه. اكيد اكيد. شكرا لك دانيا. سليمه رح تشارك؟ لا. اوكي، شكرا لك دانيا، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه. حبيب ودانيا قالوا ان الجواب هو الزرافه، يمكن يكون صح يمكن يكون غلط، ما بنعرف. لسه معكم كثير وقت لحتى، مو كثير كثير، شوية وقت لحتى تفكروا وتشاركوني إجاباتكم. حليمة وفاطمة، عديبة والشلة، حمزة، فرح ولينا، مين كمان؟ يارا، رنيم، حور، وندى، مين كمان؟ يلا أصدقائي كتفوا اتصالاتكم، قولوا لنا نحن كمان موجودين معك اليوم وبدنا نشارك، اتصلوا فينا لحتى تزيد فرصتكم تقدر تدخلوا السحب نهار الخميس الجاي وتكونوا نجوم الأسبوع ومن بين الرابحين. فكروا كتير منيح يا أصدقائي، ريمبو عم يستناكم وعم يستنى مشاركاتكم. سؤالنا كتير سهل، وأنا متأكدة كتير منكم شايفين هذا الحيوان، إذا مو مثلا صورة بالكتاب أكيد على التلفزيون، أو حتى إذا زرتوا أي حديقة للحيوانات اكيد 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 رح تشوفوه. اتصال جديد ونقول الو. الو الو، ساره امنه. امنه، اهلا وسهلا، كيفك اليوم؟ الحمد لله، كيفك؟ انا تمام. خبريني امنه، عرفتي شو الجواب؟ ايه. شو؟ الزرافه. شفتيها شي مره؟ ايه. بتحبيها ولا مو كثير؟ احبها. يمكن صايرين العين. يمكن اسوي صح، حديقة الحيوانات اللي بالعين فيها زرافات. طيب امنه، في حدا رح يشارك؟ ايه. اوكي. الو. الو. هنية؟ سيف. لا. سيف، اهلا وسهلا سيف، كيفك؟ الزرافة. متأكد؟ متأكد، سعيد بشارك. اوكي. الو. ايوه سعيد، كيفك اليوم؟ سعيد. الحمد لله، خبرني شو الجواب؟ الزرافة. اكيد. اكيد. مين كمان؟ ألو. موزة؟ إيه. خبريني موزة شو جوابك؟ زرافة. شكرا لك صديقتي، يلا مين كمان؟ ألو. هنية؟ إيه. أهلا وسهلا، كيفك اليوم؟ الحمد لله، أنت كيفك؟ أنا تمام، خبريني هنية عرفتي الجواب؟ إيه. شو؟
الزرافة. متأكدة؟ متأكدة مليون أكيد. يا سلام، شكرا لك بائع عذيبة وسارة. صح؟ ألو؟ سارة عذيبة. عذيبة. عذيبة كيفك اليوم؟ الحمد لله. كيفك؟ الحمد لله أنا تمام. خبريني عذيبة شو جوابك؟ الزرافة. كمان الزرافة. طيب في حدا لسه؟ إيه. ألو ألو ألو. أهلا أهلا سارة، كيفك اليوم؟ الحمد لله، أنت كيفك؟ أنا تمام. خبريني سارة شو جوابك؟ الزرافة. أنت عرفتي ولا عذيبة ساعدتك؟ لا كلنا عرفنا كلكم. يا سلام، شكرا لكم أصدقائي، كتير مبسوطة أن كلكم قدرتوا تعرفوا الإجابة، إن شاء الله تكون صحيحة. كأني عم ساعدكم كتير. أوكي، مين معي؟ أحمد. أهلا أحمد، كيفك اليوم؟ الحمد لله. خبرني شو الجواب؟ الزرافة. شكرا لكم، قدرت اخذ كل الاجابات، ان شاء الله تكون صحيحة. مين لسه من الاصدقاء رح يشاركونا؟ حبيب ودانيا والشلة قالوا انه الزرافة هو الجواب. كمان ما بنعرف انا وريمبو، لازم نستنى شوي بعدين نخبركم شو هو الجواب الصحيح. فكروا كتير منيح وكتبوا اتصالاتكم، شاركوني كل اجاباتكم، باقي معنا شوية وقت لهذا السؤال، والسؤال كتير سهل، لهيك لازم تستغلوا الفرصة يا اصدقائي وتتصلوا فينا بسرعة بسرعة وتلحقوا وتشاركونا لحتى تزيد فرصتكم تقدروا تدخلوا السحب نهار الخميس الجاي وتكونوا من بين الرابحين. أكيد في جوائز كتير قيمة ومفاجآت حلوة. للأسف أصدقائي بدأ العد التنازلي الخاص بهذا السؤال، ورح نوصل لنهاية الوقت. انتهى الوقت. سؤالنا كان بيقول: ما اسم الحيوان الذي تعاد الفقرات في عنقه عدد الفقرات الموجودة عند الإنسان؟ والجواب أكيد صح الزرافة. ألف مبروك لكل اللي شاركونا، كل إجاباتكم كانت صحيحة، وريمبو لسه مخبي معلومات، لهيك لازم نقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو أصدقائي وقف عند اللون البنفسجي، وهاللون بيقول: جهاز مزود بسيارات إطفاء وكادر مؤهل لديه القدرة على إخماد الحرائق التي تنشب في المباني السكنية أو الغابات أو الحدائق العامة أو في أي مكان يشهد حريقاً، ويكون الإخماد بمهارة وبالقدر الذي يحفظ المنشآت من الخسارة الفادحة في حال لم يتم التعامل معها بالشكل المطلوب. ما اسم الجهاز المزود بسيارات إطفاء وكادر مؤهل على إخماد الحرائق؟ رح كرر عليكم أصدقائي، سؤالنا بيقول: جهاز مزود بسيارات إطفاء وكادر مؤهل لديه القدرة على إخماد الحرائق التي تنشب في المباني السكنية أو الغابات أو الحدائق العامة أو في أي مكان يشهد حريقا، ويكون الإخماد بمهارة وبالقدر الذي يحفظ المنشآت من الخسائر الفادحة في حال لم يتم التعامل معها بالشكل المطلوب. ما اسم الجهاز المزود بسيارات إطفاء وكادر مؤهل على إخماد الحرائق؟ رح نأخذ أول اتصال ونقول ألو. ألو. أيوة، مين معي؟ حبيب. أهلا وسهلا حبيبي من جديد، خبرني شو جوابك؟ دفاع المدني. ومتأكد صح؟ صح. شكرا حبيب. يا أصدقائي، حبيب قال إنه هذا الجهاز اسمه جهاز الدفاع المدني، يا ترى جوابه صح أو خطأ؟ فكروا كتير منيح، وفكروا كمان بجواب حبيب. إذا ما كنتوا كتير متأكدين تقدروا أكيد تطلبوا المساعدة من كل الموجودين معكم، أو حتى من جوجل تخبروني كمان شوية معلومات عن هاي المنظمة، إذا بدنا نقول شو بتعمل، وقديش هي فعلا فعلا مهمة كتير وجودها بحياتنا، وقديش تنقذنا من كل الكوارث. رح ناخد أول اتصال كمان، نقول ألو. ألو. حليمة، أهلا وسهلا، كيفك اليوم؟ الحمد لله، انت كيفك؟ انا تمام، خبريني شو الجواب؟ الدفاع المدني. مساعدة من هون من هون؟ من حبيب. من حبيب. اوكي، شكرا لك حليمة. فاطمة رح تشارك؟ لا. اوكي، شكرا لمشاركتك يا صديقتي، وبهالحالة اكيد لازم نرجع نتشكر حبيب، شكله سؤال جوابك يعني قريب للصحيح، والا حليمة ما كانت اخذته. اتصال جديد ونقول الو. الو. مرحبا، مين معي؟ مرحبتين، عليا السماحي. اهلا وسهلا عليا، اول مره بتشاركينا؟ لا مو اول مره. اوكي، طب ذكريني من وين عم تحكي معنا؟ من الفجيره. اهلا وسهلا فيكي يا صديقتي، خبريني عليا، قدرتي توصل للجواب الصحيح؟ هي نعم. شو؟ الدفاع عن المدن. اكيد صح.
أكيد. شكرا لك عليا، إن شاء الله كمان أنت تكون إجابتك صحيحة، ولا تنسي ضلك تشاركينا وتجاوبي على كل أسئلة رينبو مشان يكون عندك فرصة أكبر لتكوني نجمة الأسبوع. ومن بين الرابحين معنا اتصال، ونقول ألو. ألو. أهلا أهلا آمنة، خبريني شو الجواب. سيارة الدفاع المدني. مين قال لك؟ عديبة. شكرا لك آمنة، وأكيد شكرا لعديبة. مين رح يشارك؟ ألو. عديبة. لا. هنية. هنية أهلا وسهلا من جديد، خبريني شو الجواب. أنا عارف أني كل مرة ما كنت متحمسة، بس هالمرة متحمسة. أوكي. سيارة الدفاع المدني. طب ليش متحمسة؟ لأنك متأكدة مثلا؟ إيه. أوكي، ولأنك نجمة الأسبوع كمان. شكرا لك هنية. مين كمان؟ ألو. ألو. سارة. هي. أهلا أهلا، خبريني شو الجواب. سيارة الدفاع المدني. متأكدة؟ متأكدة ومليون أكيد. يا سلام، مليون شكرا سارة. مين كمان؟ ألو. سيف. سعيد. سعيد أنا أسفة، خبرني بكل حماس شو جوابك. سيارة الدفاع المدني. متأكد؟ ألو. موزة ولا سيف؟ سيف. سيف خبرني شو الجواب، حماس أكثر من سعيد. عم يعطيه الجواب كمان ويتحمس معه. أوكي، مين كمان؟ موزة. عديبة. خبريني صديقتي شو الجواب. سيارة الدفاع المدني. شكرا لك. باقي موزة وأحمد. ألو. أيوة موزة، شو جوابك؟ موزة شو جوابك؟ سيارة الدفاع المدني. دفاع. أوكي، مدني. إيه. شكرا لك موزة. باقي أحمد، رح يشارك ولا لا؟ إيه. يلا. ألو. أيوة أحمد، شو جوابك؟ سيارة الدفاع المدني. سيارة ولا جهاز؟ جهاز. شكرا لكم أصدقائي، إن شاء الله تكون إجاباتكم صحيحة. مين لسه من أصدقائي رح يشاركونا؟ اتصال جديد، ونقول ألو. ألو. أهلا وسهلا حمزة، كيفك اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله، خبرني صديقي شو جوابك؟ جهاز الدفاع المدني. كيف عرفت؟ بابا. بابا، الله يخلي البابا. وشكرا لك حمزة. مين وفرح رح يشاركوا؟ أوكي، أكيد عادي. ألو. ألو. أهلا أهلا لينا، كيفك اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله، خبريني شو الجواب؟ الدفاع المدني. أكيد أكيد. شكرا لك صديقتي. عاد أخي بحب تشارك. أكيد عادي. ألو محمد. ألو محمد، شكله انقطع الاتصال. أنا أكيد عم بستنى مشاركتك محمد لحتى ناخذ منك كمان الجواب، وأكيد فرح إذا بدها تشارك. أنا ورينبو عم نستناها، مين لسه من الأصدقاء رح يشاركونا؟ انتبهوا أصدقائي، باقي وقت كتير قليل لحتى نوصل لنهاية الوقت. اتصال جديد، ومنقول ألو. ألو. أيوة دانيا، خبريني بسرعة شو الجواب. الدفاع المدني. شكرا لك صديقتي، أنت كنتي آخر المشاركين معنا لهذا السؤال. انتهى الوقت. سؤالنا كان بيقول، ما اسم الجهاز المزود بسيارات إطفاء وكادر مؤهل على أخماد الحرائق؟ وأكيد الجواب جهاز الدفاع المدني. ألف مبروك كل أصدقائي اللي شاركوا، إجاباتكم كانت صحيحة. رينبو لسه مخبي معلومات ومفاجآت لليوم، بس بعد البريك. ورجعنا لكم أصدقائي لحتى نكمل تحدياتنا لليوم. بدي أذكركم تكتفوا اتصالاتكم، وكل ما شاركتوا معنا أكثر كل ما زادت فرصتكم لتدخلوا السحب نهار الخميس الجاي، وتكونوا نجوم الأسبوع. من بين الرابحين رح نعرف رينبو شو مخبي كمان، ونقول ابدأ يا رينبو. رينبو ستوب. رينبو أصدقائي وقف عند اللون البنفسجي، وهاللون بيقول من محاصيل الفاكهة غير التقليدية وتدعى بفاكهة الرشاقة، إذ أنها غنية بالأملاح المعدنية وتحتوي على كميات عالية من الفيتامينات، وتحتوي على حامض الليمون وحامض التفاح وسكر الفواكه، وتمتاز بوجود نحو 200 بذرة خارجها. ما اسم الفاكهة التي تدعى بفاكهة الرشاقة؟ رح كرر عليكم أصدقائي سؤالنا، بيقول
من محاصيل فاكهة غير التقليدية وتدعى بفاكهة الرشاقة، إذ أنها غنية بالأملاح المعدنية وتحتوي على كميات عالية من الفيتامينات، وتحتوي على حامض الليمون وحامض التفاح وسكر الفواكه، وتمتاز بوجود نحو 200 بذرة خارجها. ما اسم الفاكهة التي تدعى بفاكهة الرشاقة؟ فكر كتير منيح أصدقائي وخبروني إذا بتحبوا هاي الفاكهة أو لا، وشو الفواكه اللي أنتم بتحبوها؟ الصراحة أنا كتير بحبها، بس هي أول مرة بعرف إنه اسمها فاكهة الرشاقة. رح ناخذ أول اتصال ونقول ألو. ألو، شكله سكر الخط بدون ما نلحق ناخده. صديقي أو صديقتي اللي كنتوا عم تجربوا تتواصلوا معنا، أكيد أنا ورينبو عم نستناكم، عم نستنى مشاركاتكم. اتصلوا فينا وخبروني ما اسم الفاكهة التي تدعى فاكهة الرشاقة. خبروني كمان شو الفواكه اللي أنتوا بتحبوها، وقديش مهم إذا بتعرفوا أنه نحن ناكل فواكه بشكل شبه يومي، قديش مفيد كمان لصحتنا. يلا يا أصدقائي، مين أول أصدقائي رح يشارك؟ اتصال جديد ونقول ألو، أو أول اتصال. ألو. أيوة حبيب، أهلا وسهلا فيك صديقي، خبرني شو الجواب. فراولة. أكيد؟ أكيد. لازم تكون متأكد حبيب، لأنه كل الأصدقاء عم يأخذوا الإجابة منك. شكرا لك صديقي. حبيب بيقلكم أنه الجواب هو الفراولة، يا ترى صح أو خطأ؟ لازم نستنى شوية وقت ونشوف أنتوا كمان شو رح تجاوبوني. ومثل ما خبرتكم، خبروني إذا في أنواع فواكه تانية أو أسماء فواكه تانية أنتوا بتحبوها وبتحبوا تاكلوها على طول. اتصال جديد ومنقول ألو. ألو. ألو ألو. أهلا أهلا آمنة، خبريني شو الجواب. الفراولة. أكيد أكيد. قديش بتحبي الفراولة؟ أنا بعشقها. اوكي اليوم صديقتي ابي قطي كامل. نعم اليوم رفيقتي قالت لي يعني صندوق كامل. رفيقتك؟ هي. يا سلام، وحب رفيقتك كمان. شكرا لك آمنة. مين كمان رح يشارك؟ اصدقائي. يي، وين الشله؟ اصدقائي. الو الو. ايوه ساره. الفراوله. أكيد؟ أكيد. شكراً إلك سارة. مين كمان؟ ألو؟ هنية. هنية. أهلا وسهلا، خبريني متحمسة تجاوبي ولا لا كمان؟ هي متحمسة. أوكي، شو الجواب؟ الفراولة. بتحبي الفراولة أو بتحبي شيء ثاني؟ ما أحبها. ما بتحبيها؟ إيه. طب شو بتحبي؟ أحب التفاح. أوكي، كمان التفاح كتير طيب ومفيد. شكراً إلك هنية. مين كمان؟ الو. سيف. ايه. اوكي، خبرني شو الجواب. الفراوله. متاكد؟ ايه. اوكي، مين كمان رح يشارك؟ الو. موزه. ايه. خبريني شو جوابك. الفراوله. شكرا لك موزه. مين كمان؟ الو. عذيبه. هي. خبريني شو الجواب. الفراولة. ومتأكدة؟ متأكدة. شكرا لك صديقتي. مين كمان؟ يلا يا أصدقائي خبروني. ألو. أحمد. سعيد. سعيد، خبرني شو جوابك. الفراولة. متأكد؟ متأكد. برافو عليك. مين كمان؟ ألو. أحمد. هي. خبرني بكل حماس شو الجواب. شكرا لك احمد، اتوقع مش باقي حدا. شكرا لكم وشكرا على كل مشاركاتكم، قدرت اخذ اجاباتكم. اتصال جديد ونقول الو. الو. مرحبا، مين معي؟ يارا. اهلا وسهلا يارا، كيفك اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله، خبريني قدرتي تعرفي الجواب؟ شو؟ فراوله. تحب الفراوله ولا لا؟ بحبها. اوكي، شكرا لك يارا، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه. يا صديقتي، مين لسه من اصدقائي رح يشاركونا ما هي الفاكهه التي تدعى بفاكهه الرشاقه؟ اتصال جديد ومنقول الو. الو. ايوه دانيا، خبريني عرفتي شو الجواب؟ اكيد صح. الفراوله. اكيد اكيد. شكرا لكم اصدقائي. تقريبا او مو تقريبا، لحد هلا فعليا كانت كل الاجابات الفراوله، يا ترى صح او خطا؟ ما منعرف، لازم تكتبوا اتصالاتكم وتشاركونا. اتصال جديد ومنقول ألو. ألو. صديقتي عليا، أهلا وسهلا فيكي من جديد، خبريني شو الجواب. الفراولة. مساعدة ولا بدون مساعدة عرفتيها؟
بدون مساعدة. شكرا لك عليا. هلا اكيد كلنا بنعرفها لهي الفاكهة، بس يا ترى كلنا بنعرف انه اسمها فاكهة الرشاقة؟ فكروا كتير منيح اصدقائي وكتبوا اتصالاتكم. اتصال جديد ومنقول الو. الو 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 ايه الو الو ايوه حليمة، خبريني شو جوابك؟ فراولة. متأكدة؟ ايه. تحبيها ولا لا؟ بحبها. انا كمان كتير. شكرا لك حليمة. فاطمة رح تشارك؟ ايه. اوكي. الو. اهلا اهلا، كيفك فاطمة؟ الحمد لله. كيفك؟ الحمد لله انا تمام. خبريني عرفتي شو الجواب؟ فراولة. ومتأكدة صح؟ مليون اكيد. شكرا لكم صديقاتي حليمة وفاطمة. كمان اتصال ومنقول الو. الو. ايوه حمزه، خبرني شو جوابك. فراوله. اكيد اكيد عرفت تشارك. شكرا. طبعا عادي. الو الو. اهلا اهلا لينا، خبريني بسرعه شو الجواب. فراوله. شكرا لك صديقتي، انتو كنتوا اخر الاصدقاء المشاركين معنا لهذا السؤال. انتهى الوقت اصدقائي. سؤالنا بيقول ما اسم الفاكهة التي تدعى بفاكهة الرشاقة؟ والجواب أكيد صح الفراولة. ألف مبروك لكل اللي شاركونا، إجاباتكم كانت صحيحة. ورح نعرف ريمبو شو مخبي كمان ونقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو أصدقائي وقف عند اللون البرتقالي، وهاللون بيقول يعرف بفيتامين التجلط، ويعتبر عامل أساسي في تكوين عوامل تجلط الدم، حيث يؤدي نقصه في جسم الإنسان إلى حدوث نزيف حاد وغير طبيعي. يوجد في مصادر نباتية مثل الكرنب والبروكولي، وفي مصادر حيوانية مثل السمك واللحوم البيضاء. ما اسم الفيتامين الذي يؤدي نقصه في جسم الإنسان إلى حدوث نزيف حاد وغير طبيعي؟ رح كرر عليكم أصدقائي، سؤالنا بيقول يعرف بفيتامين التجلط، ويعتبر عامل أساسي في تكوين عوامل تجلط الدم، حيث يؤدي نقصه في جسم الإنسان إلى حدوث نزيف حاد وغير طبيعي. يوجد في مصادر نباتية مثل الكرنب والبروكلي، وفي مصادر حيوانية مثل السمك واللحوم البيضاء. ما اسم الفيتامين الذي يؤدي نقصه في جسم الإنسان إلى حدوث نزيف حاد وغير طبيعي؟ بسرعة فكروا أصدقائي وكتفوا اتصالاتكم، باقي عندكم هاي الفرصة لليوم والفرصة الجاية كمان. السؤال الجاي لحتى تدخلوا السحب رح ناخذ أول اتصال ونقول ألو. ألو ألو. ألو. أيوة حبيب، أهلا وسهلا. أهلين. خبرني شو جوابك. فيتامين كي. شو؟ فيتامين كي. حبيب ما عم بقدر اسمعك، أعطيني إياها بحماس. فيتامين كي. شكرا لك صديقي، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه. حبيبي الكم الجواب فيتامين كي. يا ترى صح او خطا جوابك يا حبيب؟ فكروا كثير منيح يا اصدقائي وكثفوا اتصالاتكم. حبيب دائما عم بيكون اول المشاركين معنا، او اليوم بالتحديد. رح ناخذ اتصال ونقول الو. الو. ايوه دانيا، خبريني عرفتي الجواب؟ اه فيتامين كي. كيف عرفتي؟ انت بتعرفيه ولا حدا ساعدك؟ جوجل. جوجل، شكرا لجوجل وشكرا لك دانيا، ان شاء الله يكون اجابتك صحيحه. مين لسه من الاصدقاء رح يعرفوا؟ حبيب ودانيا اتفقوا انه الجواب هو فيتامين كي. انتوا اصدقائي كمان اكيد بتقدروا تشاركونا. اتصال جديد وبنقول الو. الو. ايوه يا صديقتي، خبريني شو جوابك. فيتا كي. فيتامين كي. فيتامين كي. اوكي، كيف عرفتي؟ بروحي. أكيد؟ أكيد. أوكي، شكراً لك حليمة. فاطمة رح تشارك؟ إيه. أوكي. ألو؟ أيوة يا فاطمة، خبريني يا صديقتي شو الجواب؟ فيتامين كي. متأكدة صح؟ مليون أكيد. مليون شكراً لك صديقتي فاطمة. مين لسه من الأصدقاء رح يشاركونا؟ شلة، حمزة ولينا، يارا كمان، ندى، صديقتنا عليا. يلا يا أصدقائي. ألو، مين معي؟ ألو، عليا. عليا أهلا وسهلا، خبريني شو الجواب؟ فيتامين كي. حدا ساعدك؟ لا بروحي. برافو، شكرا لك عليا، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة يا صديقتي. مين لسه من الأصدقاء؟
أصدقاء رح يشاركونا. فكروا أصدقائي وكتفوا اتصالاتكم وشاركوني كل إجاباتكم، وإذا ما كنتوا عارفين الجواب تقدروا تعملوا مثل دانيا وتسألوا جوجل، أو كمان أكيد تقدروا تسألوا الموجودين معكم، وإذا ما رأى معكم هاي المعلومة بيكون كتير منيح، فيكن تتصلوا فينا من خلال التواصل على الرقم الموجود قدامكم لحتى تزيد فرصتكم تقدروا تكونوا نجوم الأسبوع وتدخلوا معنا السحب نهار الخميس القادم لحتى تربحوا كتير من الجوائز القيمة. اتصال جديد ومنقول ألو. 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 أيوة يارا، خبريني شو الجواب. فيتامين كي. مين ساعدك؟ ولا حد. أكيد. أكيد. شكراً إلك يارا، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة صديقتي. مين لسه من الأصدقاء رح يعرفوا؟ فكروا كتير منيح يا أصدقائي واستغلوا الوقت الباقي، كتفوا اتصالاتكم وشاركوني إجاباتكم لحتى أنا وياكم نعرف ما اسم الفيتامين الذي يؤدي نقصه في جسم الإنسان إلى حدوث نزيف حاد وغير طبيعي. يلا يا أصدقائي خلينا نشوف مين كمان هيك رح يلحق بآخر الوقت يشاركنا. اتصال جديد ومنقول ألو. ألو. أيوة حمزة، خبرني شو جوابك. فيتامين كي. حدا ساعدك؟ لا. أكيد؟ أكيد. شكرا لك حمزة. لينا رح تشارك؟ آه. يلا تمام. كال. كال. ألو ألو. أهلا أهلا لينا، خبريني شو جوابك. فيتامين كال. كي اوكي صح، ما في حد اسمه كان. اختي فرح تشارك. اوكي عادي. انا عم تقول لها لفرح. الو فرح. الو. ايوه صديقتي، كيفك؟ الحمد لله. شكلك ما كنت بتعرفي الجواب صح؟ اوكي شو الجواب؟ فيتامين كي. كي كي كي. اكيد؟ أكيد. شكرا لك. في حدا كمان رح يشارك؟ للأسف انقطع الخط. شكرا لمشاركاتكم أصدقائي. اتصال جديد ومنقول ألو. ألو ألو. أهلا أهلا آمنة، خبريني شو جوابك. فيتامين سي. سي؟ كي. كي ولا سي؟ كي. أكيد؟ أكيد. شكرا لك آمنة. مين كمان؟ ألو. عنيبة. هنية 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 هنية، ليش كلكم صوتكم مشبه بعض؟ هنية خبريني شو الجواب؟ فيتامين كي. طب كيف عرفتي؟ من يعني اللي جاوبه. اوكي شكرا لك هنية. مين كمان؟ الو الو. ايوه ايوه سارة، خبريني شو الجواب؟ فيتامين كي. شكرا لك سارة، للأسف ما رح أقدر آخذ كل إجابات اللي بدأ العد التنازلي أصدقائي. الو. انتهى الوقت، أنا كتير آسفة لكل الشلة ما قدرت أخذ كل إجاباتكم، بس لسه عندنا فرصة وريمبو لسه عنده سؤال. رح نرجع لسؤالنا، سؤالنا بيقول ما اسم الفيتامين الذي يؤدي نقصه في جسم الإنسان إلى حدوث نزيف حاد وغير طبيعي، والجواب فيتامين كي. ألف مبروك لكل اللي شاركوا، كل إجاباتكم كانت صحيحة. ريمبو عنده سؤال مفاجأة بس بعد البريك. رجعنا لكم أصدقائي لنكمل الجزء اللي قبل الأخير لحلقتنا لليوم ونسمع آخر سؤال ريمبو مخبلنا يا لا تنسوا تشاركونا، رح نعرف ريمبو شو بيقول ونقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو ريمبو وقف عند اللون الأحمر أصدقائي، وهاللون بيقول حديقة جميلة للعائلات تقع في وسط العاصمة أبوظبي على امتداد شارعي المطار والكرامة، تمتاز بموقعها المميز حيث تحيط بها أشجار النخيل من كافة الجوانب. تضم الحديقة بيت الظل، حديقة الحيوانات، المسرح المفتوح، منطقة العشب الكبرى، حديقة النباتات، وحديقة الأطفال، وحديقة النساء. ما اسم الحديقة التي تقع وسط العاصمة أبوظبي على امتداد شارعي المطار والكرامة؟ رح كرر عليكم أصدقائي سؤالنا بيقول حديقة جميلة للعائلات تقع في وسط العاصمة أبوظبي على امتداد شارعي المطار والكرامة، تمتاز بموقعها المميز حيث تحيط بها أشجار النخيل من كافة الجوانب. تضم الحديقة بيت الظل وحديقة الحيوانات والمسرح المفتوح ومنطقة العشب الكبرى وحديقة النباتات وحديقة الأطفال وحديقة النساء. ما اسم الحديقة التي تقع وسط العاصمة أبوظبي على امتداد شارعي المطار
والكرامة. فكروا كتير منيح أصدقائي وكتفوا اتصالاتكم. رح ناخد أول اتصال ونقول ألو. ألو. أيوة حبيب، أهلا وسهلا فيك. أنت اليوم بطل الأسبوع، كل مرة عم تكون أول المشاركين. خبرني حبيب شو الجواب؟ حديقة أم الإمارة. أكيد؟ أكيد. شكراً لك حبيب، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة. حديقة أم الإمارات. بدي أقول لكم أصدقائي إنه كمان في مهرجان يسمى على اسم هاي الحديقة، من أجمل وأروع المهرجانات اللي تقام. رح ناخد اتصال ونقول ألو. ألو ألو ألو. أيوة حليمة، خبريني شو جوابك؟ حديقة أم الإمارات. زرتيها من قبل؟ إيه زرتها. حلوة صح؟ حلوة كتير. حلوة وكتير كبيرة. شكراً لك حليمة. فاطمة رح تشارك؟ إيه. تمام. ألو؟ أيوة أهلا وسهلا. خبريني فاطمة شو جوابك؟ حديقة أم الإمارات. أكيد. شو أكيد؟ مليون أكيد. مليون شكراً لكم حليمة وفاطمة. مين كمان من الأصدقاء رح يشاركنا؟ فكروا كتير منيح أصدقائي حبيب وحليمة وفاطمة، قالوا إنه اسم الحديقة حديقة أم الإمارات. اتصال جديد ومنقول ألو. ألو. أهلاً دانيا، شو جوابك يا صديقتي؟ حديقة أم الإمارات. زرتيها ولا لا؟ لا. لازم تزوريها، كتير حلوة. شكراً لك دانيا، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة. مين يا ترى من الأصدقاء كمان رح يشاركنا؟ فكروا كتير منيح أصدقائي. اتصال جديد ومنقول ألو. ألو ألو. ندى. أهلا وسهلا، كيفك اليوم؟ الحمد لله. وينك من أول حلقة؟ كنت نايمة؟ أوكي صح النوم. خبريني ندى، عرفتي شو الجواب؟ أم الإمارات. أكيد أكيد. شكراً لك يا صديقتي، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة. ندى كمان بتقلكم إنه الجواب حديقة أم الإمارات. يا ترى هل إجابات صحيحة أو لا؟ لازم نستنى شوية وقت لحتى ينتهي الوقت المخصص لهذا السؤال ونعرف من ريمبو شو الجواب الصحيح. مين لسه من الأصدقاء رح يشاركونا؟ شلة وحمزة وصديقتي عليا كمان. رح ناخد اتصال ونقول ألو. ألو. اهلا اهلا عليا، شو جواب؟ أهلين. حديقة أم الإمارات. طب عليا زرتيها ولا لا؟ لا ما زرتها. اوكي شكرا لك عليا، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه، وبتمنى لك كمان تحصلي فرصه انك تزوريها باقرب وقت، لانه فعلا يا اصدقائي هي الحديقه كثير حلوه وكثير رح تنبسطوا فيها. اتصال جديد وبنقول الو. الو. يارا اهلا وسهلا، شو جوابك؟ حديقة أم الإمارات. أكيد أكيد. مين قال لك؟ اللي شاركوا. اللي شاركوا. شكراً لك يارا، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة. باي. شكراً لكم أصدقائي وشكراً لمشاركاتكم معنا. يا ترى مين لسه من الأصدقاء رح يشاركوني ويخبروني شو اسم هالحديقة الموجودة بالعاصمة أبوظبي، وهي من أكبر وأجمل الحدائق على امتداد شارعي المطار والكرامة. رح ناخد اتصال ونقول ألو. ألو. أهلاً حمزة، خبرني شو جواب؟ حديقة أم الإمارات. مين ساعدك؟ حدا من البيت ولا اللي شاركوا؟ لا اللي شاركوا. أوكي شكراً لك حمزة. رح تشارك؟ طبعاً عادي. ألو ألو. أهلاً أهلاً، خبريني لينا شو الجواب؟ حديقة الإمارات. أم الإمارات صح؟ صح. شكراً لك لينا. ألو رح تشارك؟ أكيد عادي. ألو ألو فرح. ألو. أيوة صديقتي، خبريني شو الجواب؟ أم الإمارات. أكيد أكيد. شكراً لكم أصدقائي حمزة فرح ولينا، إن شاء الله تكون إجاباتكم صحيحة. كمان اتصال ومنقول ألو. ألو ألو. أهلاً أهلاً، أمنا ولا سارة؟ سارة. سارة أهلا وسهلا، خبريني شو الجواب؟ أم الإمارات. أكيد أكيد. زرتيها من قبل؟ إيه. حلوة؟ حلوة. شكراً لك سارة. مين كمان؟ ألو. هنية؟ آمنة. آمنة أهلا وسهلا، شو جوابك؟ أم الإمارات. شكراً آمنة. الشلة الباقي كلها إذا ما في وقت تقول أم الإمارات. شو؟ الشلة الباقي إذا ما في وقت. أوكي طيب خليني أسمعهم ونشوف مين رح نلحق نسمعه بهذا الوقت. ألو. موزة؟ إيه. شو جوابك؟
الامارات. ايوه. شكرا لكم اصدقائي، وانا خلص اخذت اجابه كل الشله لانه كلهم بيقولوا ام الامارات. انتهى الوقت اصدقائي. سؤالنا بيقول: ما اسم الحديقه التي تقع وسط العاصمه ابو ظبي على امتداد شارعي المطار والكرامه؟ والجواب اكيد صح، حديقه ام الامارات. الف مبروك اصدقائي. انا وريمبو رح نطلع بريك سريع وبعدين نرجع نقول مين نجم الاسبوع. كن أصدقائي لحتى نعرف مين نجم الأسبوع. للأسف صديقتي هنية ما قدرت تكون موجودة معنا لليوم، لهيك أنا رح أسحب عنا ونعرف مين نجم الأسبوع رح يكون معنا. أوكي، ما بتذكر شو اللون اللي سحبته هداك الأسبوع، بس رح أسحب اليوم اللون الأخضر ونشوف هاللون مين مخبيلنا. يا سلام، ألف مبروك صديقي حبيبي من الشارقة، أنت الرابح معنا ونجم الأسبوع. ألف مبروك أصدقائي. هون أنا وريمبو بيكون مشوارنا معكم انتهى. لا تنسوا تكونوا على الموعد نهار الأحد، تشاركونا الساعة 5 على قناة الفجيرة. صار وقتن لكم، باي باي. Thank you.